السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اخواني اخواتي الكرام، معاكم اخوكم عيسى من قناة عيسى اند ادفنتشرز. اليوم جايب لكم قصة حقيقية صارت معي كذلك في سنة من السنوات. طبعا يا اخواني واخواتي، انا ما اجيب لكم الا القصص الحقيقية، يعني قصة أنا مش متأكد منها، مستحيل أطرحها عليكم. شوفني أنا أصور في هذا الوقت وفي هذه الأجواء المخيفة. أتمنى يا أخواني أن ما حد فيكم يحاول يسير مثل هذه الأماكن. طبعا تصوير اللي كنا نصوره في وقت متأخر من الليل لجل أعطي القصة واقعية من حيث السرد والمكان اللي أنا متواجد فيه، ولكن تأكدوا يا أخواني أني أنا ما كنت يعني بروحي، مش لحالي، في معاي شباب، حد ماسك الكشاف، وفي ناس مرافقين، وكذلك لله الحمد محصنين عمارنا، ذاكرين ربنا، قايلين المعوذات، لأن مثل هاي الأماكن يا أخواني في الليل تعتبر أماكن خطيرة. ليش؟ لأنك أنت رايح للجن في أماكنهم، في أماكنهم الخاصة، فتجنبوا يا أخواني أنكم تروحون لهذه الأماكن سواء من باب الاكتشاف. إحنا بس اللهم أننا ماشيين في أماكن من بعيد لبعيد، يعني ما نروح في مناطق خرائب، بيوت مكسرة، شيء من هذه الأمور، نتجنب هذه الأماكن، ما نحاول أن نأفور، نسوي حاجة نضحك فيها على عقول الناس، لا طبعا. القصة يا أخواني، خلونا نرجع للقصة. في يوم من الأيام أنا ساكن في بيت تو جديد. طبعا لما تسكن في بيت جديد تأكد أن في حد ساكن فيه من قبلك، اللي هم الجن. طبعا انت ما راح تسكن في البيت وهو ينبني، اكيد لما ينبني البيت راح ياخذ وقت، يمكن سنة او سنتين او ثلاث. في هذا الوقت البيت يعتبر مهجور، فاكيد الجن راح تسكنه. انت لما تسكن في البيت تعتبر انت ساكن جديد بالنسبة لهم، حاجة غير مألوفة. تي البيت تشغل الاضواء، تشغل التلفزيون، تشغل مثلا مسجل، تسمع أغاني، فبالنسبة لهم هذا الشيء يعتبر جديد، يتضايجون منك. فشو اللي يكون، كيف تكون ردة فعلهم؟ هذا هو محور القصة. طبعا يا جماعة الخير، كان عندنا تلفزيون في المجلس، أتفرج على التلفزيون أنا من الساعة يعني لساعة 9 من الليل، 9:30، 10. بعدها أروح الغرفة وأحط راسي وأنام. طبعا الجن ما عيبهم الوضع، ما ارتاحوا للإنسان هذا، الشخص الدخيل عليهم في البيت. فشو اللي سووه؟ قاموا يشتغلون في التلفزيون، شغل وطفي، شغل وطفي، شغل وطفي. وما اكتفوا بهذا الشيء، راحوا يعلون على الصوت، على صوت التلفزيون، وما في إذاعات في الليل شغالة، ما كان في هذاك الوقت دشات وقنوات تشتغل 24 ساعة، كانت أغلب القنوات الساعة 11 بالكثير من الليل، 11:30 تطفي القنوات. فأنتوا عارفين الصوت طبعا لما تشغل التلفزيون وما في قنوات أصلا يكون الصوت مزعج، وهم شغالين يعلون على الصوت وينزلون، يطفون التلفزيون ويشغلون، إذا أنتم تشتغلون في القناة وعندكم قناة خاصة خبرونا عشان نتفرج وياكم يا الجن، عشان ننبسط ونتفرج وياكم. فحقيقة كان هذا الشيء يسبب لي إزعاج، هذا حال يعني ما ينسكت عليه، ولكن شو اللي أقدر أسويه؟ أسحب حالي، إذا بروح أشيك على الغرفة أو أروح المجلس الأمور تكون كأنها عادية، ما في أي حاجة، بس تطلع وتروح وترقد اشتغلوا مرة ثانية. ليش؟ لأنهم هم منزعجين منك، البيت كان خالي ما في أي حاجة.
فأنت اللي مزعج النوم. فيا جماعة الخير، نصيحة، لما تسكن بيت جديد حاول ما تشغل أغاني، تعمل حاجات يعني مزعجة، طول على مسجل، طول على كذا، لا، حاول أنك تحصن البيت، تقرأ القرآن، تشغل القرآن في التلفزيون، تصلي في البيت، لو يعني مرات، فذكر الله سبحانه وتعالى يعني يبعد الجن اللي هم الغير مسلمين من البيت، أما المسلمين لا ضرر منهم إن شاء الله. بعد مع الأيام راح يتعودون عليك وتصير حياتك عادية، وما راح تحس بأي إزعاج في البيت، هم موجودين وياك موجودين، ولكن اللي موجودين وياك ولله الحمد هم مسلمين، فما راح يزعجونك. ولكن يا أخواني، حاول كساكنين جدد في أي بيت إنكم ما تعملون شوشرة بطريقة جنونية، إزعاج ومسجل وتلفزيون وصوت عالي، راح يتضايجون منكم، ولذلك راح يحاولون إنهم يضايجونكم لجل يطفشونكم من البيت، وهذا إجراء عادي لأنك أنت الدخيل عليهم في البيت، أنت الضيف الجديد. شوفوا هذا الطير طار وخرعنا، هذا الطير من طار سوالنا ربشة، فاجأنا فيه. يا أخواني، البيوت مو بإلنا لحالنا، في من الجن ساكنين معانا، ولكن جن ما يصدر منهم ضرر لأنهم مسلمين. اللي غير مسلمين راح يكون لهم أضرار كثيرة، يزعجونك ويعملوا لك شوشرة، وافتح الباب وكسر واضرب وما في شيء، يعني تطلع تدخل المطبخ ما تشوف حاجة، بس تطلع يرموا لك الجدور، يرموا لك الصحون، يعملوا لك شوشرة وإزعاج. وفي ناس تركوا بيوتهم وباعوها، وما انباعت هجروا بيوتهم، المهم ما تموا فيها لأنهم تأذوا من البيت، لا هم قادرين يتحملون الجن ولا الجن قادرين يتحملونهم. هذه يا أخوان نصيحة لكم، هي عبرة لنا كلنا. فلما تسكن بيت جديد حاسب، لا تحاول تسوي شوشرة أو تزعجهم، لأنك أنت ضيف غير متقبل منك أي حاجة، وهم يعني غير متعودين عليها لأكثر من سنة. طبعا يا جماعة الخير، أنا القصص اللي أسردها قد تكون قصص بسيطة. ليش بسيطة؟ لأني أنا ما أحاول أتصنع في الكلام، أنا ممكن حاليا وأنا أصور هذا المقطع وأمشي ممكن أدربح درام، أرمي لك حجر، حصاح، نقول أي حاجة، برميل، ولكن لا، مدامني أنا زاير هذه الأماكن فأكيد راح أشوف شغلات ما أدري شو هي بالضبط، ولكن أحاول أني أنا أتجنبها. في من الناس تتصنع، تستغل أي موقف، تحاول أن تشد انتباهك لجل تكسب مشاهدات وتكسب اشتراكات. حي الله من يدخل على قناتي، أنا رحب بالكل، أعطيتني لايك، أعطيتني اشتراك، على راسي لك كل الاحترام والتقدير، ولكن أهم حاجة عندي أن يكون صادق معاك، ما أفور، ما أعمل لك حاجات مش موجودة، ما أضحك على عقول المشاهدين، لهم مني كل الاحترام والتقدير. المشاهد مش مغفل، يعرف الصح ويعرف الكذب من الحقيقة. فأنا أخاطب ناس عقلاء، فشوفوا معاي، هل هذا اللي بيطلع لي الحين، هل هذا هو حيوان ولا يعني من الجان؟ والله أعلم. أنا لما شفت عيونه تخوف بصراحة، يعني خفت من نظراته، لون عيونه بالأحمر والعين هذه تختلف عن الثانية، ولكن الله أعلم، أنا ما أدري بصراحة هل هذا يعتبر قط، قطو، أو حاجة يكون جان على هيئة قط.
الله أعلم، أنا ما أدري، ولكن أنا في هذا الموقف خفت بصراحة، لأني تقربت منه كثير وتم يطالعني، وبعدها راح مثل ما أنتم شايفين. هذه قصص حقيقية وقصص أنا عشتها، أسرد لكم إياها، قصة فيها عبرة، وأتمنى إن شاء الله أن تكون نالت على إعجابكم واستحسانكم. وأتمنى يا أخواني الأفاضل، في حال عجبكم المحتوى، إنكم تعطوني لايك واشتراك، هذا الشيء يحمسني ويعطيني حافز ودافع أني أنا إن شاء الله أستمر. وهذه القناة قناتكم، وحياكم الله، ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع ثانية، وفي أمان الله وفي حفظ الله ورعايته.